وليكون في علم الجميع أن هذا الشخص المحترم راه كيدافع عن حقوق المواطن في أرجاء المملكة. ما كرهوش هذا يصيفطوا لي شي مافيا تقتلوا. سير سكت. شو منين جاي؟ من القنيطرة لعندكم باش يدافع على حقوقكم والتوصف ديالكم والسبيطار ديالكم وضوكم وماكم. الله يجازي وقف معنا ربي غيجازي. اللي قطع الضو اليوم على هاد الوجوه النيره يجي قطع لي انا اش غنقول وحيد لي راسي. عياونا بالكذوب عياونا بالكذوب ونساونا في الدروبه. شي معطل شي مزروب شي مسكين مات واقف شاد النوبه. الشباب تايه مقلوب هالخمره هالكيسان مسكوبه. فرج يا ربي وتوب وارحم القلوب المنكوبه. امتد تلجي دوب تروى الارض المغصوبه. وحلوف هضره وكذوب ومنادف غدرهم لينا منصوبه. اننا احنا في هذا اللقاء التواصليه كنجيو باغيين نسمعوا منكم انتوما المشاكل. حنا خاصنا نعاونوا. هذاك الشيء علاش هذاك الشيء علاش حنايا الرابطه هذاك الشيء علاش حنا مضرورين مضرورين. ما عندنا ضو ما عندنا واتحر ما عندنا طوبيس ما عندنا تاكسي. اليوم هنا اولا احنا باسم المكتب التنفيذي للرابطه المغربيه للمواطنه وحقوق الانسان باش نعبروا لكم على التضامن ديالنا معكم في المشاكل اللي كتعيشوها واللي مع كل الاسف كيعيشوها بزاف المغاربه بحالكم سواء في قنيطره في الرباط في الدار البيضاء. نفس المشاكل كتعاود في الوقت اللي احنا جايين وكنشوفوا هنا واحد الفيلات وعمارات وعندهم كافه ظروف العيش كريم. موراهم بواحد شويه كنشوفوا الطريق محفره وكنشوفوا المظاهر ديال الفقر وديال السكن غير اللائق. السكن لان السكن اللائق راه ماشي هو تعطي الواحد يبني جوج حجرات ويسد عليه. راه خص تكون الطريق. هذه المعايير الدوليه اللي المغرب تيمشي لبرا وتيصادق عليها وتيقول لهم حنا راه كنوفروها لهاد المواطنين ولكن مع كل الاسف كيوفروها لولادهم وكيوفروها لعائلاتهم وما كيوفروهاش لكافه فئات الشعب. السكن اللائق هو السكن اللي فيه الماء وفيه الضوء وفيه يكون قريب ويكون المستشفى ويكونوا جميع المرافق اللي يكونوا لكم ولوليداتكم وفين يقراو وفين تكون تلمس المرافق. الفيلا وزيد العماره وحنا الفقراء كاين المغرب الفيلا وزيد العماره وحنا الفقراء كاين المغرب خدا هذا القايد قطع الضو وكنحملوا المسؤوليه للعامل والوزير الداخليه ايضا لان مازال مادام هاد الناس اللي كنشناهم بواحد الشكل اللي تيهتفوا باسم الملك ديال البلاد وكيحيوه هذاك القايد راه محاش قال عمرو قال عاش الملك. حنا كنطالبوا باسم الفرع ديالنا بان تكون اولا واحد اللجنه من وزاره الداخليه وتبحث في جميع الخروقات ديال هاد القايد وتعاقبوا العقاب. بلات الله يرحم الوالدين. راه باينه الاعمال ديالو من هاد الشيء اللي شنا اولا قطع الضو. راه باينه العقليه ديالو عقليه سلطويه وكيتحب راسو باقي في العهود القديمه وحنا راه اولا تندينوا هاد الافعال اللي كيدير بها. اسمي علي ترابي عبد الله نائب جمعيه ديال الدول الغربيه. شرفي ناس بارك الله فيك. اسمي رابطه سي عزيز وعلى المستوصف وعلى الجامع بيض الله حدا الزبل ولكن شي حوايج ما قالوش خاص يكملهم وهي الطرقان ما كاينش والضو في الزناقي لانه الدوار عندنا قريب من دينا ما عندناش ضو في الزناقي وبزاف الحوايج خاصنا نهضروا عليهم. هو الحرب بزاف الحوايج ما
تطول عليه. وعاد طونسبور وهذاك الشيء راه خاصو تما نهضروا عليه، خاصو يكمل بالبعد ان شاء الله الرحمن الرحيم، وما غاديش نطول عليكم. السلام عليكم وشكركم. دابا ما يدخل لينا ما كيجيوش يخلصوا، دابا العين الدنيا غيجي لها خلصوا مليون ولا 100,000 ريال، ما كيجيوش شهريا، مول ما كيجي كيتخلص، مول الضو ما كيجيش، دابا حنا مجموعين الضو ما غنخلصوا، وديما قاطعينه، ما كيشدوا في الطريق، ولادنا كيعبوا في الخنس، هو هذا الوليد هذا، هو هذا الولد هذا ما باغي يقبل حتى واحد، حتى مدرسة حتى جمعية، وما عنده لا ما كيقرا والو، عنده 8 سنين، ما قابلو حتى واحد. ما قال دخلوا له في المدرسه تجوع جراو بي والديه مشاو ما عرفوش ما بحالتهمش، يعني ما كاينش اللي كيعاون. جماعات مشات وجات والحاله هي هي، عيدونا الشعار وحنا هما الضحيه. جماعات مشات وجات والحاله هي هي، عيدونا الشعار وحنا هما الضحيه. جماعات مشات وجات عيدونا الشعار وحنا هما إدارة التلاعب، إدارة التلاعب، وطول انتظاري، وطول انتظاري، الصبح والمساء، الصبح والمساء، بالليل والنهار، بالليل والنهار، الصبح والمساء، الصبح والمساء. والإدارة ديالكم كيقول لكم هذا سبيطار خاصو يبقى سبيطار، وتيتساءل قال لكم هذا السيد اللي جا من برا، جا من برا ولا كيتحكم فيكم هنايا، قال لك باش من صيفه كيباغي يردوا راهو. تفضل. كيقول لكم راني انا المسؤول منين دخل وباش دخل وكيفاش دخل، هذه كاع كل تساؤلات كيطرحها هذا السيد النائب ديالكم. هذا هو اللي كينوع على هذا الارض، هو اللي كينوع على هذا الارض، هو النائب السولاني. هو النائب السولاني، هو النائب السولاني. تفضل. صافي الاخوة والاخوات، شحال كتسالوا قلتي؟ كنسالوا دابا مليون و 27. شكون هو السيد هذا؟ الحاج محمد الغيتاوي. محمد الغيتي هو اللي مكلف، هو علاش بالضبط كتسال عليه؟ انت حساس هنا، علاش حساس؟ حساس على شغله هذا السبيطار ياك؟ اي هو باغي يدير الراوتي، هو باغي يبدلو راوت. ايوا كنقول يخافني، كنقول يا ولدك معرض ليا على عزيز، ولدي يقول يا ولدك معرض ليا. انت سير بينكم من ولدي، انا خلصني وبرطل. دابا مازال كتسالو فلوس؟ كنسالو مليون دابا و 57 هنا، كاينه 157. وهادو فيهم 70,000. وشكون هو اللي عيط لك النهار الاول باش تهز ولا؟ اي دخلني هو وحياتي وشعبان نايب، نايب تا هو نايب. نايب في الجماعه ولا فين؟ اي نايب ديال الارض مع الحاج. نايب الارض السلاليه. اي هنا 70,000 هنا فادو ومن الخطيب. دابا 1,027,000 اللي كتسال. اي ما درتي به لا دعوة، ما عمرك دويتي معاه؟ ما لا كيعطيني ديك 10,000 في الشهر وكنقيد البقية. ملي كدوي معاه كيقول لك أنا غنعطيك باش نقيد. لا قال لي إلا بغيتي شتي كان جاب لي. شوف هنا، شوف هنا، شوف هنا. نعم كان جاب لي رجل بغا يسد وتعرض لي عزيز ولدي. وقال لي إلا قول لولدك يهز عليا يدو ونعطيك 100 وشي الآخر عاوني على الخطية. هو هنا مالي خطية، أنا دخلت كتا بنيتي ونعطيني رزقي. ولدك هو اللي تعرض لي، قال لي خلي هذا سبيطار ما تخليش، قال لي ما ديروش غير روض، ديرو خليه سبيطار. أي ولا عزيزي حابس. إذا كيساومك ولا كيساومك؟ أي قول ولدك يبعد مني إلا بغيتيني نعطيك فلوس. إلا بغيتيني نعطيك قول ولدك يبعد مني. وشو هذه شو ما؟